السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم هو فتح باب التسجيل في المساعدة المادية ليوضة اللي غتعطي الحكومة للبنات اللي خدامين في الديور وللعمال المؤقتين أصحاب تيمبورال. نلتقي بعد الفاصل على بركة الله. إليكم تفاصيل ديال هذه الأيوضة. بعد التأخير الذي دام أكثر من شهر، الحكومة تسمح ابتداء من غدا 5 ماي بتقديم طلب إعانات عن البطالة سوبسيديو دي ديسيمبليادوس إكستراوردينارية، مساعدة للأشخاص اللي كانوا كيخدموا في المنازل أو يعني بحال البنات اللي كيخدموا في الديور وفقدوا الخدمة ديالهم في هذه الأزمة. يعني هذه الأزمة تحيدت لهم الخدمة بسبب هذه الأزمة، وخاصة أيضا هذه المساعدة بالعمال اللي كيخدموا مؤقتين أو العمال الموسميين، العمال ديال التيمبورادا والعمال ديال الترباخو تيمبورال اللي ما عندهمش حق في سوبسيديو. هاد العمال والعاملات خاصة البنات اللي كيخدموا قلنا في المنازل، تمت الموافقة على هاد المساعدة في أواخر شهر مارس لمساعدة هذه الفئة من العمال المتضررين من جائحة كورونا وحالة الطوارئ. نشرت الحكومة اليوم قرارين يحددان تفاصيل هذه الإعانات الاستثنائية التي يجب معالجتها في ظرف من طرف مكتب الشغل اللي هو الإينيم، هي اللي مكلفة بهذه العيوضة، اللي بغى يدفعها خصو يدفعها في ليني، يشد سيتا ويدفعها في ليني. هنا بالنسبه للبنات اللي خدمات في الديور اللي ما كانش عندهم هذا الحق ديال البارو سابقا، لانهم مسبقا ما كانش عندهم الحق في البارو، هما تعرفت هذا الشيء، الان اصبح لديهم الحق. للبنات اللي وقفوا عن الخدمه وحتى البنات اللي مازال خدامين ولكن نقصوا ليهم في سوايع العمل بسبب حالة الطوارئ، هما أيضا عندهم حق يدفعوا لهاد اليوضة اللي كانت مثلا اللي إذا كانت كتشد أقل من 950 أورو. فبمجرد قبول الطلب الخلاص غيكون كل يوم 10 في الشهر طيلة مدة حالة الإنذار. يعني البنت واخا تكون خدامة دابا في شي دار، ولكن مثلا كانت كتخدم 8 السوايع ولا كانت كتخدم 7 السوايع ونقصوا لها دابا رجعوها كتخدم 4 السوايع، حتى هي عندها حق تدفع هاد اليوضة واخا خدامة ما زالت. فهمنا مزيان. أما بالنسبة للعمال المؤقتين أصحاب تيمبوريروس وأصحاب اللي كملت ليهم كونتراتو في هاد حالة الطوارئ وما عندهمش الحق في البارو، هادو شوية بصراحة زيروا لهم شوية، ولكن كيطلبوا منهم بأن خص تكون كونتراتو فيها على الأقل شهرين، واللي ما توفرت فيه هاد الشروط حتى هو يشد موعد ويسول، لأن هناك مساعدة أخرى للفئات الهشة اللي ما عندهمش الحق في البارو ولا سوبسيديو. إذا استفدت شيئا من الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد، والله المستعان.